يرجين. الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد. احنا كنا بنشرح في ايه؟ في العلي الواحد، خلاص. لم نصل الى ايه؟ العالم الفرد الغني الماجد. افضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار، لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة ثنية سميتها الخريدة البهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن ترد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تفي. والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. كنا بنتكلم على إيه؟ على العلي. فاكرين قلنا ايه؟ ها؟ العلي يعني ايه؟ ها؟ اصل ايه؟ علي. خلاص. ايه اللي حصل؟ وسبقت احداهما بالسكون. فأبدلت الايه؟ الاولى من جنس الثانية من جنس الاولى. لا، الواو ياء، وأبدلت الياء في الايه؟ في الياء. تمام كده. ده العلي. وقلنا العلو بالنسبة لله تعالى ليس علو مكانه، فلا المكان، وإنما هو علو إيه؟ مكانه، يعني من الرفعة. والذي يريد أن يفهم ذلك فليرجع إلى الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن سيدنا عمران، وهو ابن حسين وفد، جاء وفد من بني تميم، قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا مرتين، يعني ظنوا انه مال او شيء يعود عليهم. بني تميم دول من نجد، فما قبلوه في البشر، قالوا بشرتنا فاعطنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل اليمن اقبلوا البشرى اذ لم يقبلها بنو ايه؟ تميم. فقالوا قبلنا، جئناك نسألك، الحديث البخاري رواه في ايه؟ في كتابين. جئناك نسألك عن اول هذا الامر ما كان. فقال كان الله ولم يكن شيء غيره. في الرواية الثانية ولم يكن شيء غيره، لا يعني عن ضبط الكلمة، غيره ولا غيره. لو قلت غيره يبقى كان عندك ايه؟ ها، ناقصة. غيره ولم يكن ده كان، وشيء ده ايه؟ اسم كان، وغيره خبر كان. ولو قلت غيره يبقى كان ثانية، فيبقى معناها غيره ده صفة لمين؟ لشيء. واضح كده؟ لا. وبعدين وكان عرشه على الماء، جماع المجسم والمشبهة قالوا انه ايه؟ هذا يدل على وجود العرش مع الله تعالى. هنا في الرواية يقول ايه؟ كان الله ولم يكن شيء غيره. فقالوا به بقدم الايه؟ العرش، او بالقدم النوعي، يعني ان الله تعالى لم يزل يخلق عرشا ثم المهم لم يأتي، يعني كان العرش موجودا مع الله بنفس الحديث. وكان عرشه على الايه؟ على الماء. فبنوا تميم ما قبلوا البشرى، وذلك فيهم الجفاء وفيهم التجسيم وفيهم التشبيه. اما اهل اليمن ده من ايه؟ منهم مين؟ ابو موسى الاشعري، ومنهم علماء التوحيد وعلماء وهم ارق ايه الحديث، الإيمان يمان والحكمة يمانين، أرق أفئدة وألين إيه؟ قلوبا، ده أهل الإيه؟ اليمن. فالحديث فيه روايتين، وفهمنا إيه معنى الروايتين. وكان بالنسبة لله تعالى تدل على زمن، يسموها إيه؟ يعني معناها لا يزال على هذا الأمر، لا تدل على زمن بالنسبة لله تعالى، معناها في حق الله تعالى بمعنى إيه؟ التامة، يعني إن كان ذو عسرة أن وجد، خلاص كده. لا تدل على زمن، منزوعة الزمن بالنسبة. أما بالنسبة للعرش اللي هنا إيه؟ تدل على زمن، عندك كان بالنسبة للعرش تدل على إيه؟ زمن. وكان بالنسبة لله تعالى لا تدل على إيه؟ على زمن. طيب هم لما قالوا بأن العرش كان موجودا مع الله تعالى، الرد كيف نرد عليهم؟ نقول لهم لو كان هذا المعنى كما فهمتم يدل على ايه؟ في تناقض في كلام النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف. ايه معنى العرش كان معه؟ في اول الحديث يقول ولم يكن شيء غيره، الذي نفت كل شيء، لا عرش ولا فرش ولا سماء ولا ارض ولا شيء، لم يكن شيء غيره، نفت كل ما سوى الله تعالى بما فيهم ايه؟ العرش. فلما تيجي تثبت
ان العرش كان معه، اذا معناه كده في تناقض بين الايه، بين اول الحديث وبين اخره. تمام، في الاول صدر، في الايه العجيب تتناقض. ويتنزه المصطفى صلى الله عليه وسلم لانه ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي ايه يوحى. يعني معنى هذا انه حتى اذا معناه مش العرش فقط، معناه الماء، كان عرشه على الماء، معناه كده الماء قبل الايه العرش، قبل العرش. إذا كل ما عدا أو ما سوى الله تعالى فله أول، يعني له بداية، خلاص بما فيهم العرش. قال تعالى وهو إيه، وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى خالق كل شيء، والعرش إيه مخلوق، وكل مربوب. قال من الرب، رب يعني معناها العرش إيه مربوب، وكل مربوب إيه مخلوق، كل مربوب مخلوق. إذا العرش له أول والماء له أول، إذا معنى كده إيه الحديث يدل على نفي في الأزل لم يكن مع الله تعالى شيء. الرواية هذه ذكرها الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق اللي هي إيه، ولم يكن شيء قبله. والرواية الثانية ولم يكن شيء غيره أو غيره، ذكرها في كتاب التوحيد. شوف فطمة الإمام البخاري، ولا تعارض ولا اختلاف بين الروايتين. ليه؟ لأنه إذا نفينا لم يكن شيء غيره، يعني بننفي قبله تفضل وننفي إيه معه، خلاص. ليه؟ لما نقول كما تقول العرب هذه امرأة لم تلد غير هذا الغلام، هذا يلزم أنها لم تلد قبله، لم تلد غيره، ده أسلوب عربي، أن هذه المرأة لم تلد غير هذا الغلام، يعني معنى هذا أنها لم تلد لا قبله ولا معه، معنى كلمة غيره، وإلا إيه معناها في اللغة. يبقى الرواية بتاعت قبله لا تعارض بينها وبين إيه ولا غيره، خلاص. ودي مذكورة ودي مذكورة، خلاص كده. وبعد ما نفينا غيره مش محتاجين للرواية الثانية بتاعت معه، ما فيش غيره. وإنما رواية قبله أيضا يعني رواية غيره تنفع تغني عن الايه الروايتين الثانيين. لكن بعض المجسمة والمشبهة تمسكوا بايه بالرواية الأولى اللي لم يكن قبله، وأنكروا أو يعني ضعفوا الايه الرواية الثانية، وكلاهما في صحيح الإمام البخاري. ليه؟ لأنهم ينفون أن يكون هناك شيء إيه قبله، ولكن لا ينفون أن هناك شيء معه، عشان كده مش عاوزين إيه، مش عاوزين رواية غيره، هذا السبب، عشان يثبتوا أن معه إيه شيء. فمعنى إيه الوحدانية بالنسبة لله تعالى، قلنا نفي إيه، نفي الكموم الخمسة، نفي الكم المتصل والمنفصل في الذات، خلاص، ونفي الكم المتصل والمنفصل في الايه في الصفات، وفي الافعال ننفي فقط الكم المنفصل، اما الكم المتصل لا ينفى في الافعال، خلاص كده. والكموم الايه خمسه، ومعنى الكم يعني العدد، تمام. ومعنى الانفصال والاتصال انه المنفصل ده يجي في الايه في الاعداد المتفاكه اللي هي مستقله بنفسها، زي احنا كلنا مع بعض كده الان، احنا كم لكن منفصل، اما انت نفسك كم بس متصل، لانه اجزائك دي متصله ببعض، او معنى متصل ومعنى منفصل. المنفصل يكون في الايه في الاشياء المعدوده المتباعده المفكوكه عن بعض المتفاكه، والمتصل اللي هي متصله ببعضها ولكنها معدوده، يعني التركيب، خلاص. هو معنى متصل ومعنى ايه منفصل، مفهوم في ايه في الذات. وبالنسبه لفهمه في الصفات، يعني معناها كيف ننفي الكم المنفصل في الصفات، يعني معناها ما فيش قادر الا الله، ما فيش عالم، ما فيش سميع، لا ده مفهومه في الايه في الانفصال. وفي الصفات معناها ايه، ما فيش قدرتين، ما فيش علمين، ما فيش ثلاث، كل قدره واحده، علم واحد، ما فيش ده المتصل فين في الصفات. اما في الافعال ما ينفيش الكم الايه المتصل، ولكن ننفي الكم الايه لانه معناه هو المنفرد وحده تعالى بالتأثير وبالإيجاد وبالاختراع وبالخلق. الله خلقكم ورزقكم يميتكم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، يعني انفرد وحده بالأفعال كلها، ألا له الخلق والأمر. والأفعال كثيرة، خلاص الأفعال إيه كثيرة، كم إيه
متصل كثير ما نقدرش ننفيه، انما ننفي كم الايه المنفصل في الافعال، ولا ننفي كم الايه المتصل. ده معنى ايه وبرهان الوحدانية تكلمنا عنه في المرة الماضية، وقلنا انه التقرير هذا البرهان بيسموه برهان التمانع، وسمى ايضا برهان التغالب، وتقريره لو امكن الهان لامكن بينهما تمانع. وكلمة ان كان التمانع مش معناها وقوع التمانع، خد بالك يعني هل يمكن التمانع، يعني يمنع احد التمانع عن التغالب، يمنع احدهما او يغلب احدهما الاخر، هل يمكن؟ اذا كان يمكن لا يصلحان للالوهية، اذا بطل كونه الها. دي ترد على شبهة اللي بيسموها شبهة الاتفاق، يعني ليه انت تتصوروا بتوع التوحيد وبتوع العقائد انه يحدث تمانع يعني تغالب، ليه ما يحدث توافق ينسجموا مع بعض وتوافقوا؟ فلو امكن الهان لامكن بينهما تمانع وتغالب، وده موجود في قوله تعالى اشهدنا وحدانية الاله، فيقول تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، ليه يقولك اذا ولا على او تعالى يعني التغالب. تمام، كل واحد يريد ان يفرض سلطانه ويفرض قوته وارادته وتنفيذه على الايه على الاخر. فلو امكن الهان لامكن بينهما تمانع بان يريد احدهما حركة زيد مثلا والاخر سكونه. اذا هنا في ايه في امرين ايه امرين ممكنين، الحركة وليه والسكون. فهنا عاوزين ايه الافتراضات العقلية، اما ان يحصل الامران وفي الحال ده يجتمع ليه الاثنين صح، واما ان ما يحصلوش الاثنين. ها يبقى معناها ايه اللي حصل، يعني لو حصلوا الاثنين اجتمع الضدين فيلزم عزهما، طب لو حصل واحد وما حصلش الثاني يبقى معناها ايه يلزم عجز احدهما. إذا لازم عجز واحد يلزم عجز الثاني، لأنهم إحنا بنفترض أنهم الاثنين آلهة هما متماثلان، يعني الحكم اللي على ذا هو الحكم اللي على الثاني. إذا فالتعدد إيه مستلزم لإمكان التمانع، والتمانع مستلزم للمحال، فيكون المستلزم للمحال محالا. إذا النتيجة إيه؟ لا، النتيجة أن التعدد محال، يعني الإله إيه واحد. معنى هذا ان احدهما ان لم يقدر على مخالفة الاخر إيه؟ لا، لم يقدر، مش بنقول هو قدر، هل يمكن ان يخالف الاخر ولا مش ممكن؟ اذا قدر على مخالفته لزم عجز الاخر، وان قدر لزم عجز الثاني. وبهذا يندفع ما يقال انه يجوز ان يتفق من غير، احنا بنتكلم في امكان الايه التمانع لا من وقوعه. هل هو يمكن؟ إذا معناها ده معناها في صفة العجز، سواء يعني وقع منه العجز أو إيه أو لم يقع فعلا. ولذلك يقول تعالى قل لو كان معه آلهتنا كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. في تقرير ثاني ملخص جميل يقول لك لو أمكن التعدد لأمكن التمانع، واضح؟ تمام، ولو أمكن، تكلم في الإمكان، ولو أمكن التمانع لزم أحد الأمرين الممتنعين لذاتهما لما اجتماع الضدين، وإن نفذ مرادهما وعجز أحدهما أحد الإلهين، إن نفذ مراد أحدهما وعجز أحدهما يؤدي إلى عجز الإيه الآخر، لأنه مثله، وما ثبت لأحد المثلين يثبت للآخر، وعجزهما يؤدي لعدم وجود شيء من العالم وهو باطل بالمشاهدة، فما أدى إليه وهو تعدد الإله باطل. وهذا البرهان بيسموه دليل قطعي، تمام كده، لا إيه إقناعي، خلافا ليه للسعد الكفتداني، وهو مبني على أن الفساد، إيه المراد بالفساد في الآية الكريمة؟ يعني إذا أريد بالفساد اختلال النظام بدليل ده برهان إقناعي، وإذا أريد بالفساد العدم بدليل قطعي. كيف قال؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا،
لانه حيتمانع الايه الالهين او الاكثر. نعم. والتمانع يؤدي الى الايه الى المحال، والمحال اللي هو عدم وجود شيء من العالم. هنا فسرنا الايه الفساد بالعدم، يعني معنى لا فسدتها يعني لما وجدتها. لا عدمتها، هذا معنى الايه الفساد، او صورة من صور الفساد، لان الاختلال ده نقص، والنقص يعني معناها عدم وجود شيء، اذا النقص عدم، ففي عدم كامل وفي عدم جزء اللي هو ناقص الا الاختلال. فاذا كان معناه اختلال النظام هذا دليل ليس قطعيا انما دليل خطابي دليل برهاني يقنع، يعني زي ما نقول لك المركب اللي فيها رئيسين تغرق، او ده دليل اقناعي، لكن غرق المركب مش معناه عدم وجود المركب وعدم وجود ركاب موجودين، انما احنا بنقول عدم وجود شيء من العالم. اذا امكن تعدد الايه الالهة لا يوجد شيء من العالم، وإلا في الآية الكريمة ليست أداة استثناء وإنما هي صفة بمعنى غير، لأنك لو جعلتها أداة استثناء إلا معناها الآية بتقرر التعدد من الاستثناء. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني معناها ليس فيهم الله كده، يعني معناها في آلهة مفهومش الله، ولو كان فيهم الله يبقى معناها مش هتفسد. هذا يؤدي الى ايه اثبات التعدد لا الى نفي، انما الا معناها ايه غير صفة. يعني لو كان فيهما آلهة غير الله مش مفهومش الله واضح كده، لازم تفهم الا بهذا الايه الفهم. الحمد لله العلي الايه الواحد العالم، يعني ايه معناها الواحد يعني النزع عن الشريك في الذات والصفات والافعال، لنا في الكموم الخمسه اللي قلناها خلاص. العالم يعني المحيط علمه ازلا بالمستقبلات. شوف العالم تفسير ايه الشيخ بيقوله، العالم بما يكون وما لا يكون وبما هو كائن. في العبارات عالم بما يكون وما لا يكون وما هو عارف، العلم تعلق به بالأقسام الثلاثة، ده معنى. لكن التعلق بيكون ايه، هل متعلق بالواجب ولا بالممكن ولا بالمستحيل؟ متعلق بالثلاثة. وده شوف قال هنا العالم بما يكون وما لا يكون مستحيل، وما هو كائن مكون، يعني بما يكون يعني افترض ان يكون، يعني لسه مكان بس ممكن يكون. ما لا يكون ده المستحيل، يبقى الاولان نتكلم عن الممكن. ما لا يكون ده ليه مستحيل، وما هو كائن ده الواجب. يبقى اذا الايه العلم صفه تعلق بالايه باقسام الحكم العقل الايه الثلاثه. اذا قلنا بما يكون يعني المحيط علمه ازلا بالمستقبلات اللي هي ليست موجوده ولكنها ستوجد، لانه ايه سبق في علم الله ان وكل ما سبق في العلم لابد ان يوجد، والا ينقلب العلم الى جهل وحاشاه تعالى يتنقل. طالما هو سبق في علم الله فلا بد ان شوف الاب يقول ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم العد، هم لسه لم يوجد، يقول لك موجودين في علمه معدودين، لا يستطيع ان ينقص واحد ولا يزيد واحد، حدش يزود واحد الا اذا كان سبق في علمه زياده. فاذا محيط علمه، علم صفته انكشاف. ومعنى بما يكون يعني يريد ان يقول لك علمه تعالى احاط بالمستقبلات اللي حتوجد في المستقبل. ده بالنسبه لنا احنا في حاجه اسمها مستقبل، حاجه اسمها حاضر، حاجه اسمها ايه ماضي. اما بالنسبه لله تعالى الامور عنده كلها انيه، يعني المستقبل عنده زي الماضي والماضي زي ما فيش عنده. العالم بما يكون يعني المحيط علمه ايه ازلا بما يوجد في المستقبل. وما لا يكون تشمل ايه ده مستحيل، ويا تاني قال لك ذكي شوية، وما لا يكون مستحيل او في حاجة تاني مش مستحيلة لكن ما تكونش الممكن. مش قلنا يجوز فيه الامران، يجوز فيه الوجود ويجوز فيه العدم، بل ممكن اللي ما يجوزش يوجد برضه متعلق به. اذا كلمه ما لا يكون يدخل فيها المستحيلات والجائزات، لانه الجائز على قسمين، يعني
جائز في علم الله تعالى أنه يوجد وجائز أنه لا يوجد، يعني استوى فيه الأمران اللي هو الممكن. استوى فيه الطرفان. الطرفان. إلا حيرجح الوجود على العدم، العلم أو الإرادة. أفرض الإرادة رجحت العدم، يبقى دخل في ليه ألحق بالقسم الثاني اللي هو ما لا يكون. إذن كلمة لا بما لا يكون مش المستحيل فقط، والجائز الذي لا يكون، لأن الجائز يكون أو لا يكون، أما المستحيل لا يكون فقط. هيلحق بالمستحيل، بس مش على أنه مستحيل، على أنه ممكن، ولكنه ممكن غير موجود. فالممكن ما انقسم إلى قسمين، ممكن يوجد وممكن لا يوجد. مش قلنا يستوي فيه الأمران، تارة يكون موجودا وتارة يكون معدوما، لكن الإرادة تعلقت بأي شيء، مش لازم يحتاج إلى مرجح. نعم، الإرادة والعلم. يبقى هو علمه تعالى بما لا يكون يدخل المستحيل ويدخل الممكن الجائز الذي لا يوجد، لكنه عدم وجوده على أنه ممكن وليس على أنه إيه، استوى مع المستحيل في صفة عدم الوجود، لكن دي في المستحيل ذاتية. أما هنا لمرجح، يعني في رجح وجوده على عدم أو عدم على إيه، على وجود. وما هو كائن يدخل فيها إيه، الواجب ثاني والجائز. الحيث اللي هو عكس اللي قلنا دلوقتي، من حيث عندك، من حيث أنه معدوم، وهنا من حيث أنه موجود. يبقى إذن أحاط علمه تعالى بكل شيء، حتى لو قلنا على المعدوم شيء. ما عندنا، لكن حتى لو قلنا زي إيه؟ حتى لو قلنا دخل ولا ما دخلش، نقولها تاني دي عشان عاوز تظبيط مخ. العالم بما يكون، يبقى هنا معناها ما يكون، يعني بما يكون. الجائز ما يدخلش فيها غير اسم واحد، يدخلش ما بما يكون، يا يكون مش لا، ومعناها الجائزات اللي هي في المستقبل. تمام كده. ما لا يكون اثنين، مستحيل وجائز. ما هو كائن اثنين، الواجب والجائز. لما نقول عالم بالواجبات، ايه معنى علمه بالواجبات؟ علمه تعالى بذاته وصفاته، ده واجب وده ايه، وده واجب. علمه تعالى بذاته وصفاته، واضح؟ إذا صفة العلم تتعلق بالمعلومات بس كده، والمعلومات إما أن تكون واجبة أو جائزة أو مستحيلة، مفيش حاجة تانية. والواجب قلنا حاجتين، الواجبات اللي هو اللي هي كائن يعني حاصل، إما أن يكون الكائن واجب وإما أن يكون جائز، لكنه رجح جوازه أو وجوده على عدمه. والثاني اللي هو يدخل في المستحيلات، رجح عدمه على إيه، على وجوده. الحمد لله الإيه العلي الواحد الإيه العالم الفردي. هنا الفرد، ها بمعنى تدخل فين الواحد آه، يبقى الفرد معناه الواحد، خلاص، ذاتا وصفات وأفعالا. قلنا لما يجي يتكلم عن الذات نقوله إيه، أحد، وعن الصفات نقول واحد، خلاص كده. قل هو الله أحد، لأنه وصف بالأحدية ولم يوصف بالوحدانية، لأنه راجع الوصف إلى الذات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا إيه أحد، لأنه رجع إلى الذات. الأحد والواحد، الأحد وصف للذات، والواحد وصف للإيه، للصفات. نقول واحد ذاتا. نعم، الرب يقول لك مع عبر كل والله أحد، والله واحد، لان احد معناه غير مركب في الذات. لا، اذا هو رجع التركيب مش موجود فين، في الذات لا وجود، يعني الذات ليست مركبه ولا منقسمه ولا مبعض. وكذلك ادم الصفات، وكذلك الصفات. بس هو لما يقول مثلا عشان واحد فلان، يقول لك في اللغه واحد زمانه، لا يريدون انه في ذاته، ولكن في الصفه التي ايه تميز بها. مثلا الشيخ مثلا محمد متولش واحد زمان، يعني في ايه، في علمه. نعم، ما يرجعش الواحد الى الذات والى الصفات، لكن معنى التركيب منفي في الاثنين، في الذات وفي ايه، وفي الصفات. زي احنا قلنا الكم المتفضل. لكن واحد ممكن يعطي احتمال انه ممكن يكون في
يطلع واحد ممكن يكون اثنين. زي نافي دكتين في الجنس وزي نافي غير الايه الجنس. تمام كده. لكن هنا عدم وجود مثيل اشكو لما اقول يعني مفيش الاول المعنى اللي انت قلتيه الاول ايه اول كلمة قلتيها ايه نفي المثيل في الذات واحد. لكن ممكن نسمي نتسمى في مع بعضنا به مثلا واحد سميع علي في صفات. لكن مجاز والواحد زمانه مجازا وليس حقيقة لتعمية البشر. واحد من باب المجاز وليس من باب ليه الحقيقة نكون في أعلى منه مثلا. هذا من باب ليه المجاز. الفرد الواحد ذاتا وصفات وإيه وأفعال. خلاص كنا شرحت الغني أي عن كل شيء. ولما تسمع كلمة الغني بالنسبة لله تعالى غير لما تسمع إيه وصف الغنى بالنسبة للإيه للخلق أو للناس. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله. وأنتم هنا أسلوب قصر. أنتم الفقراء مش الفقراء أنتم. يعني معناها كأنه إيه أنتم فقط انحصر فيكم إيه اللجوء والاحتياج والفقر إلى الله. ده مش قصر حقيقي ده قصر إضافي. إن كل المخلوقات أو كل ما عدا الله تعالى ملائكة إنس جان عرش كله محتاج. الفقر يعني معناه الاحتياج. فلما قصر الفقر على الناس لأن الناس حوائجهم أو احتياجهم إلى الله تعالى أكثر المخلوقات. الملائكة لا يحتاجون مثلا إلى مساكن إلى طعام إلى شراب مش محتاجين. نحن محتاجين يعني لحظة بلحظة إلى تنفس وإلى هواء وإلى ماء وإلى طعام وإلى مسكن وإلى زواج إلى حياة. الاحتياج بتاعنا أكثر المخلوقات. فلذلك القصر ده إيه إضافي حصر فينا الصفة دي مع أنه كل ما سوى الله تعالى محتاج إليه. هو تعالى غني. الغنى بالنسبة لي سموه الغنى المطلق. يعني غني عن إيه؟ أول حاجة قالوا إيه إلى المحل والمخصص والمعين والوزير وغير ذلك. فالغنى المطلق معناه إيه؟ اتصافه تعالى بجميع الصفات السلبية والكمالية. يبقى اسمه تعالى الغني من الأسماء الجامعة بمعاني الأسماء والصفات. ده جمعت الاثنين زي العلي. العلي ممكن نقول اسم جامع للصفات السلبية. بعضهم قال أيضا للصفات الكمالية. وكذلك اسمه تعالى إيه الغني. يعني تعالى له الغنى المطلق لا يفتقر إلى محل. يعني إلى إيه محل مكان. ولا إلى مخصص ولا معين ولا وزير ولا لو قعدت تقول ولا من هنا الى قيام الساعة كل من فيه. يعني معناها غنى مطلق يعني غني عن كل ما عداه. يعني عن كل شيء. بدل ما تقول ولا غني عن العرش غني عن السماء غني عن الانس غني عن الجن مش حتيق. افراد المخلوقات افراد الممكنات كثيرة لا يعلموا الا الله. فقول كده غني عن كل شيء وريح. بدل ما تقعد الا اذا كنت عاوز تخطب الجمعه عشان تاخذ يعني